أهلي، تدرين شنو صار؟ في أنا بلبس يعني من أبوك. ها؟ ماذا قلت؟ قلت؟ قلت مين شو؟ بنص على ميك شو مي أي نضيم؟ في ال في ال أنا جبت في الغرفة. قلت مش؟ دنيا افهم من أمي. يس أمي أنا بلبس. يا بنتي. جيت لك ما كيف كسر يا سيدي فادي انا جيت تعبت ما يا ربي امي راح يخرب بسكولوجي حقتي. يقول شوف شوف امي شنو يقول. يقول داريا لوكمان راح. قلت ايوه راح. قال يا ريت قلتي انا لازم ابعد شيء مع لوكمان. خلص راح يعني شنو يا ريت شنو لازم احفظ كلمه يا ريت. خلص ما في شي صار مو في لازم تقوله يا ريت صار يعني. المهم دكي لا 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 ما اقدر ادك. المهم مات مات بالدنيا بالدنيا الحمد لله. انا احلي ما صار شي يعني مش بس أحلي مثلا أحل أبوي ولا أحل أمي بعد ما صار شيء الحمد يعني أحل أبوي ما صار شيء الحمد لله على أحل أبوي الحمد لله على أحل أبوي ما صار شيء على أحل أبوي المهم المهم كل الناس بخير. يعني انا احلي لا خلي امزح اثنين احل كويس انا امي ابوي بعد كويس الحمد لله ما في شيء بس شوية عندهم بسيكولوجي مثلا انا يجلس مع امي امي يقول ممكن يصير يا اخي ما في سير شيء ايش فيك ممكن ممكن هو يشوف كده. والله انا صرت مجنون اقول ماما ريلاكس ترى انا بخاف ممكن يصير زلزله ممكن ما في زلزله بس هو متحس في زلزله فهمت. المهم ما بيكلم موضوع زلزلة لأنه أنا أتذكر بزعل لأنه في مرة ناس أنا يحب صار مرحوم نصيب الله يرحمون نصيب هذا الشيء نصيب يعني ما نقدر نغير ولا شيء عادي ما نقدر نقول شيء الله يرحمونه بس أصلاً كلنا رح نموت أنت أنا بس في ناس يصير مرحوم عمر مثلاً 90 في ناس يصير مرحوم عمر 5 بس المهم كل ناس رح يصير مرحوم صح عشان كده أكيد رح من ربي ما تقدر تغير يعني عادي. ايوه انت وش عملت وشنو صار بالتيك توك قول لي والله انا شنو صار بالتيك توك شنو صار شنو صار شنو صار بالتيك توك الله يرحمهم امين. مش نصيب قدر نصيب قدر تقريبا نفس الشيء ليش انت تتكلم حوا تيك توك بدون داري ولا شيء عز الله يعزك بنت خالتي رنوت الله
دقيقة، أنا صديق تاني هنا بالغرفة، هو عنده طفل جوعان، أنا يقول لي خليه يروح غرفة أمي. أمس جي صديقتي جو والطفل حقه. Aşkım annemin odasına annemler uyandı götür yap bir şeyler yumurta falan her şey var. Tamam aşkım hadi bay bay. Dua yap ki dua.